للي يحبون يطلبون من شيئين من داخل العراق، أول شي ننزل تطبيق شيئين. مثل ما تشوفون انفتح عندنا التطبيق، هذا شكله بأقسام كلش هواية. نفعله عن طريق الفيسبوك، الانستغرام، الايميل، حسب اختياركم. بعد ما تفعل هنا، أنا خفيت يعني الاسم. بعد ما تفعل روح للعتلة، نضغط على الدولة اللي نختارها، هي الإمارات، والعملة بعدين نختار الدولار اللي هنا. أنا أوكي، ثبتنا الأساسيات، تمام. نطلع من هنا هذه الأسهم، ومثل ما تلاحظون أكو أقسام كلش هواية ومواد فوق تخيلكم. شنو يخطر ببالكم؟ هذه الخطوط هي اقتراحات لكم ممكن تستفادون منها. فإحنا هسه نرجع مثلا على قسم النساء، نختار فرضا فساتين، راح نختار، وراح نختار هذا الفستان حتى نشوف شلون طريقة الطلب سواء للفستان أو أي مادة ثانية. أول شيء تصفحوا كل الصور حتى تشوفون الفستان من كل جوانبه، ممكن ما يعجبكم، تمام. اللي هنا تشوفون إذا بيلون ما بيلون، بتفاصيل معينة تختاروها. هنا نجي على القياس، ما بيلوان، فنروح للقياس. القياس اختاريت ميديم، راح تطلع لكم بالأسفل شنو المقصود بالقياسات بالميديم، يعني شنو قياسات الكتف، الطول، الأكمام، قيسوها وقارنوا ويا قياسكم. إذا مناسب أوكي، مو مناسب اتجهوا للقياس الآخر. وانزلوا على التعليقات، جدا مهمة، استفادوا من عدها، لكن مو كلها تاخذوها بنظر الاعتبار، ممكن جزء من عدها يريدون لايكات، فانتوا تأكدوا من الصور، من تفاصيل، يعني مبين اللي كاتب يعني شيء واقعي وصحيح، ومبين اللي يريد لايكات. فهنا أنا أوكي، إيش راح نسوي بعد ما عجبتنا التفاصيل واختارينا وثبتنا كل الأمور؟ راح نخلي لايك على هذا الآيتم أو هذا المنتج أو المادة. اللايك مثل ما تشوفون هذا القلب، نطلع من عنده نروح الفد منتج أو مادة أو آيتم آخر وكذلك، تمام. من نروح على المواد اللي عجبتنا، نروح على قائمة الأماني اللي هو القلب بالأعلى من جهة اليسار، ونشوف هاي الشغلات اللي إحنا عجبتنا. بعد ما ثبتنا كل المواد اللي نريد نشتريها، إيش راح نسوي؟ راح نفتح آيتم آيتم، نتأكد من التفاصيل والاختيارات، وراح نختار فرضا هذه المادة اللي هي أني أخذتها، خالة عليها لايك. إيش راح نسوي؟ راح نضيفها إلى عربة التسوق، انضافت بالعربة، حلو اللي هنا، وكذلك بقية المواد، تمام. نروح نختار فرضا آيتم آخر مثلا هذا، إحنا خالين عليه لايك، راح نضيفه إلى عربة التسوق، راح للعربة. طبعا هذا التراجي كلش ترندي. المهم راح نختار عربة التسوق اللي هو عن طريقها نشتري. مثل ما تلاحظون الأسفل مصفر، من راح نضيف عليه الآيتمات راح يحسب المبالغ. ضفنا مثلا الكوت الفستان، وضفت المغناطيس، وإذا ردت أزيد المغناطيس أضغط على الزائد، راح يصير عندي 2 من هذا المغناطيس ويدوبل السعر بالأسفل، تمام. لكن خلال الآيتم ما يدوبل، بس هو محسوب مضبوط، لا تشيلون هم. اللي هنا أنا أوكي، راح نضغط على الدفع حتى نروح نحسب إيش قد المبلغ، إضافة إلى أنه ننسخ الرابط اللي هو رابط عربة التسوق. فضغطت هنا على الدفع، أرجع هنا يأكد لك أنه تريد الكل مثل ما مكتوب بالأسفل، تحدد على الكل، لو فقط آيتمات معينة ممكن تقدر تحذفهم، إذا اشتريت سابقا ممكن تضيف. المهم خلي نقول إحنا نريد التراتشي، نريد هذه المزية فرضا، نضغط على شارك، عندنا 3 مواد فقط، وننسخ الرابط وندز رابط عربة التسوق للبيج اللي احنا نريد نتسوق من عنده.
بدون نسخ روابط، بدون سكرينات، بدون تفاصيل هوسة. وهنا إذا تريدون عن طريق الكود شلون تبحثون، تدخلوه بالبحث الكود الأرقام، تمام، وتضغطون على بحث، راح يطلع لكم المادة هي نفسها وشلون تنسخون رقم يعني الرمز مالت هذه المادة. تضغطون على المادة هي نفسها، راح تنفتح لكم التفاصيل مالتها، تنزلون على قسم وصف، وبالأسفل تلقون هذا الرقم، رقم المنتج، ويما نسخ تقدرون تنسخوا. وبأسفل المنتج تلقون منتجات مشابهة إليه، ممكن تستفادون منها، تاخذون فكرة أو تغيرون رأيكم فد نوع معين يضيف لكم، مثلا يغير فكرتكم عن المنتج. فهنا هاي الشغلة كلش مهمة وضرورية إنه تنتبهون إلها. بعد ما نسخنا الرابط ضروري نروح البيج أو حساب ما يحمل على المنتج، مو فقط أول شراء وثاني شراء، لا، هو ما يحمل مبالغ على المنتج لأن يكفي أسعار المنتج بالدولار. هاي أولا شغلة اللاخ تشوفون سعر مناسب. أنا البيج اللي أخذت من عنده يعني طلبيتي راح أنزل لكم اسمهم بالتعليقات، سعر الصرف حسبولية على 139,000 بدون تحميل شحن. طبعا الأسعار اللي بالإمارات كل هاي المنتجات حولت للسعودية وقارنتها نفس الأسعار، ممكن بأسعار الملابس تختلف أو لا ما أعرف، لكن أنا قارنت هذه الأسعار ويا أسعار الملابس نهائي العفوية أسعار السعودية، يعني أسعار الإمارات ويا أسعار السعودية ماكو أي اختلاف، ماكو فرق. وهاي المبالغ ليش ما نزلتها لكم؟ لأن هي متغيرة، دائما تصير خصومات وينزل من السعر، فهو السعر مو ثابت، تمام. أسعارهم يعني مرات دولار دولارين، أكو شغلات تفرق. يعني هسه مثلا أنطيكم شغلة يعني مثال، ليش إنه تقولوا لي إنه هاي المواد موجودة بالعراق ليش ما أخذتيها؟ لا حبيبتي، ما موجودة بالعراق، هم يجيبوها من برا ويحملوها السعر مضاعف. مثلا حافظات الملابس أو ترتيب حقائب السفر سعرها بالعراق تطلبوها 35,000 زائد التوصيل تصير 40,000، بينما أنا أخذتها 20,000، يعني فرقت لي 20,000. وهكذا شغلة أخرى، انتم من تدزولها هذه السلة المواد اللي عندكم مكررة، اخذوا لها سكرين وقولوا لها هذه المواد مكررة محسوبة السعر. ليش انصحكم بهذا البيج؟ اول شغلة عن تجربة، جربتهم، طلبت من عندهم المواد كاملة بدون غلط، بدون اي تلف او عيب. هاي اول شغلة. الفترة قياسية جدا وهي 20 يوم، انا طالبة سابقا مطولين بحدود 37 يوم هيك شيء. بعد شنو الدفع؟ إذا يعني مثلا زدتوا عن 200,000 فرضا، ما راح تدفعون نص المبلغ وما أعرف إيش وما ضامنين فلوسكم، لا، تكتفين بدفع مثلا 25,000. إضافة إلى أنه يعني كتعامل كلش لطيفة وحباب البنوتة للأمانة، بدون ما سوت لي أي خصم، بدون أي شيء. هذه يعني تجربتي وياها، حبيت أشاركها وياكم حتى تستفادون، لأن أنا سويت سيرتش مطول جدا لحد ما لقيت الشيء اللي يناسبني، وحكيت ويا ذول اللي يطلبون عن طريق يعني اختيار السعودية، وإنه الكل يمدح بيهم، وشفتهم إنهم مو موثوقين بخصوص السعر، ينطوكم سعر تقريبي، وهذا الشيء ما حبيته وتركتهم.